مصطفى السهمي مستفيد من المحلات اللي ولاو جداد هنايا. المشكل اللي كاين هو بانه ملي الناس جاوا الاحصاء في 2014 كان عدد قليل ديال الناس هنايا هما اللي استافدوا ومشاو في حالاتهم، خلاو المحلات ديالهم وخلاو العشيش ديالهم وخلاو بزاف ديال المسائل ديالهم ومشاو في حالاتهم، مشاو داروا اعمال اخرى اللي ماشي الاعمال اللي كاينه هنايا. وملي جاو الناس جاو هنايا جات السلطات باش تحصي الناس اللي غادي تستافد، لقات عباد الله اللي كاينين هنايا اللي خدامين هنايا في الطوابل وخدامين مولين الخبز وخدامين هادشي، حصاهم عاوتاني من جديد وعطاهم واستافدوا. كاين اللي داروا ليه جوج في حانوت، كاين اللي داروا كل واحد وكيفاش داروا معاه. ملي عطاو هادشي الناس وحدين اخرين سمعوا بان هادشي كاين، ان الجزاره غادي يستافدوا، جاو هادوك الناس اللي كانوا في الاول اللي كانوا شحال هادي هما مهاجرين هاد الحومه هادي وهاجرين هاد الحي هذا وهاجرين هادشي هذا، اللي عندهم اللي خدامين تيسترزقوا الله من تيسترزقوا الله من محلات اخرين ومن خدمه اخرى، ماشي الخدمه اللي كاينه هنايا في الجزاره. ملي لقاوهم بحال هكا ملي شافوا الناس غادي يستافدوا اللي تيسترزقوا الله بحال هاد موالين الخبز هاد موالين الديسير هاد موالين الكارو هادشي، حصاوهم عطاوهم. ملي شافوا هذوك الناس اللي كانوا قدام اللي كانوا عندهم العشيش وهذاك الشيء حتى هما جاوا قالوا لك حتى هما بغاو يستافدوا، وانت ما كنتيش هنايا، انت شوف شحال غابر، واش 30 عام ولا 12 عام ولا 14 عام ولا شوف شحال من عام وانت غابر وما تتعمرش كاع هاد الحومه وما تتعمرش كاع هاد الجزاره هادي، وملي تشوف الناس اللي تيسترزقوا الله هنايا غادي يستافدوا تجي انت تقول لهم انا بغيت شنو بغيتي انتيا؟ انت راه عندك مدخول من جهه اخرى، علاش تجي تزاحم عباد الله اللي تيسترزقوا الله من هاد الشيء؟ ومع ذلك داروا لنا جوج في حانوت هنايا وماشي مشكل، يعني واحد يتعاون مع واحد والامور غاده هي هذيك، وتنطلبوا الله التيسير والسلام عليكم. انايا ها بلاصتي ها هي ها كنبيع الخضره، عندي في الجزيره ها الحانوت ها حانوتي ها بلاصتي. دابا ملي عطاو للناس وكنمشي نعطي يقولوا لي راجلي قلت ليه 192 هنا ها في البلاصه زوطات طوموبيل. دابا ملي مشيت عندهم يعطيوني دخلوا البراني وخلوني انا بلاتي دابا نعطيوك بلاتي دابا نعطيوك. عندي جوج ولاد معاقين غنجيب لك الكارطه تشوفيهم قداش ها هما كيسمعوا هما كلهم تيسمعوا. ما استفدتش ما بغاوش يعطيوني حتى الاخر حتى الاخر حتى الاخر، تيدخلوا اخرين اللي من مورايا وخلوني انا تداروا عطوني نص حويني حتى هاك في الدروج. قلت لي انا عندي باش نطلع للدروج. قالت لي لا ما بغيتيش، قالت لي سيري بحالك. ودخلوا الناس اللي من مورايا وانا الاولى انا وراجلي. سميتني عبد الرزاق معروف، سميت الجزارات من زكوان قصه طريق قنيطره. وانا طارق شي جاو هنايا تيحيدوا الناس هنا يدخلوا من المارشي، بناو لنا واحد المارشي هنايا ودخلونا انا. كاين اللي عطاو حانوت واحد وكاين اللي جوج شاركوهم في حانوت. دابا ما عرفناش نبيعو نستغلو ولا نبيعو. ما نستغلو دابا دخلونا جوج حنا في حانوت ما عرفناش نبيعو. دابا واحد يبيع لواحد ولا نشتغل نبيعو حنا نشريو في بجوج، والحانوت فيه 3 متر على 40 ما كيدير لا تقسمو ولا والو. دابا هذا هو المشكل، هو المشكل اللي عندنا. دابا كاين اللي عطاونا حانوت لواحد ماشي مشكل غادي نستافدو كاملين. دابا كاين اللي عطاو حانوت وكاين اللي عطاو كاين شاركوهم في جوج حانوت 3 متر و 40، هذا هو المشكل اللي عندنا. في الحانوت عطاونا لي ما كاين لا ضو ولا والو باش غنخدموا الثلاجات يزربوا علينا دغيا. والحوانت الشياطين ولادي ثلاثة ما عطاهمش، جاو الناس عوراهم وعطاهم ولادي ما عطاهمش، هما تيتشردوا تنعطيهم أنا حانوت يلاه أنا غنعطي لواحد يخدم فيه. والحانوت الحوانت راهم خاويين باغيين يعاودوا فيهم البيع، بغا يديروا داك الشيء ديال غيجيو لنا البراني، حنا كنا بوحدنا وجاو لنا البراني هنا. يعطونا بعد لولادنا وعاد لي شي حاجه يبيعوها ولا يكريوها ولا يدبروا معاها. وهل دابا اللحم عندنا حنا دابا يسدوا عندنا هنايا ملي بغينا نبيعوا هذا اللحم. حسن دابا واش طالبينكم بالافراء ولا شنو؟ ايوا تراهم تيريبوا لنا وحايدوا لنا الضو وحايدوا لنا كل شيء. مشيو حنا اللحم زوطو وعادي الموالي يجي لنا بالكريدي. راه منكر هذا والله المنكر. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس وتبارطاجيو مع صحابكم.